والأرض اليوم تكاد تمتلئ ظلماً إن لم تمتلئ بالفعل، لأن ظلم الدول الكبرى والدول التابعة لها قد دخل في كل مكان. وهذا ما دفع الشعوب إلى حركة تصحيحية بدرجة وأخرى في أكثر من مكان من العالم العربي، وأرضنا هذه من الأرض التي امتلأت جوراً وظلماً. وهذا ما فجر الحراك الشعبي الذي ضاقت به الحكومة ودفع الشعب على طريقه أبغض الأثمان. وقد أصبح الوضع في البحرين يسابق في تعامله مع الشعب أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان في كل مجالاتها. وصارت قضية انتهاك هذه الحقوق غير قابلة للإنكار ومدانة دولياً حتى من الحلفاء الرئيسيين للنظام الرسمي القائم هنا، كما كشفت عن ذلك نتائج المناقشات لتقرير البحرين المتعلق بالوضع الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وقد طالب العديد من الدول النظام الرسمي باحترام حقوق الإنسان والتحقيق المستقل في شكاوى التعذيب والاستخدام واستخدام القوة المفرطة وتقديم من يثبت في حقهم ذلك المحاكمة العادلة، بما يشمل المسؤولين الكبار المتورطين في مثل هذه التعديات الخطيرة. وكان جواب هيومن رايتس على الدعوة الجريئة التي يعرف مئات الآلاف من هذا الشعب مجافاتها للحقيقة، ومثلت صدمة لهم أو مثار سخرية، من أنه لا يوجد سجين سياسي واحد في سجون البحرين، بأنها دعوة لا يصدقها أحد، وأنه آن الأوان للتوقف عن إنكار الواقع واتخاذ خطوات جادة لإنهاء أزمة حقوق الإنسان في البحرين. ونحن نقول بأنه قد آن الأوان فعلا وقبل اليوم للتخلي عن الإعلام الزائف وإنكار الحقائق الساطعة مثل المعارضة الجماهيرية الواسعة. هذه حقيقة، وإن حقيقة على الأرض. لم يعد في مقدور كل أساليب القمع والتخدير والتفتيت وإثارة الفتن والتسويف والمغالطة والالتفاف والمراوغة والدعاوى الإعلامية الزائفة وكل ما يمكن أن تتفتك عنه عقلية السلطة أن توقف هذه المطالبة من الشعب والإصرار على الوصول إلى الحقوق الثابتة العادلة التي لا تسمح الضرورة البالغة التي تفرض نفسها على الشعب حفاظاً على أمنه ودينه وعزته وكرامته أن يفكر في التنازل عنها أو أن يفتر في مواصلة الطريق إليها. ولا سجين واحد سياسي، ولا سجين واحد سياسي. لو كان كل الأعداد الهائلة من السجناء من أبناء البحرين قتلة وإرهابيين ومتلفين الممتلكات، وفي كل هذه المدة الطويلة فكم نتصور من قتلى على يدهم؟ وماذا يكون قد بقي من ثروة هذا البلد ومؤسساته القائمة على الأرض؟ ألوف، وكلهم مجرمون، كلهم إرهابيون، كلهم أهل عين، كلهم يحرقون، كلهم يقتلون. ماذا سيبقى لهذا البلد طوال هذه المدة؟